يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص حلف على آخر أن يجلس عند المركع، يقول شخص حلف على آخر أن يجلس عند المركع أو المسند فرفض، نعم فرفض وجلس في مكان آخر، ثم إن الحالف أخذها المركع وحلف عليه مرة أخرى فرفض مرة أخرى، فكم عليه من كفارة؟ عليه كفارة لأنه حلف على شخص أنه يفعل شيئا ولم يفعله متعمدا، ترك الإبرار باليمين متعمدا، الكفارة على الحالف، كفارة يمين على الحالف. نعم، من حلف على غيره أن يفعل أو لا يفعل فخالفه المحلوف عليه وجبت اليمين على الحالف. نعم.